اشتغل مع جامعة هارفارد أوهايو نورث كارولاينا، بنشتغل مع جامعة ليهاي برينستون، مع جامعة أبسلا في السويد، جامعة جانوا في إيطاليا، جامعة طوكيو في اليابان، جامعة السنغال فتح معانا قريب. احنا بنتعامل مع جامعات كتيرة والكلام ده من 2001. طب وبعد كل ده انا عايز اعرف، ما نقلكوش من فوق السطوح ليه بقى يا دكتور؟ ده سؤال قوي جدا. هو واضح ان انتم متمسكين بالسطوح وحاسس ان هو فال كويس. انا بعتبر السطوح ده فال حلو علينا. ايوه بس ما يصحش. وطبعا كنا السطوح يمكن كان واسع فكنا بنمتد فيه حته بحته. ده سطوح كليت باسنان، ده سطوح كليت ده اللي نملكه يعني. انما طبعا انا كنت السطوح ده ايه في الدور التاسع، خلي بالك. ايوه بس في اسانسير. لا مفيش اسانسير معظم الاوقات، ولكن الانترست العلمي بيخليك الحاجات دي كلها تدوب يعني، تطلعي على السلالم ومش مشكله وتقعدي فيه. ولازم احنا بنقعد فيه فترات، احنا عايشين في هذا الدور، عايشين فيه. بتقعدوا كام ساعه مثلا؟ كتير كتير. احنا عندنا يعني انا افتكر اوقات كتيره كنت بقعد، كنت لازم امشي في الضلمه، لازم، دي حاجة أساسية. النهاردة أولادنا كلهم، يمكن أنا ممكن أمشي الساعة 6 مثلا، هم بيمشوا 9 و10 من الصبح. طبعا فول تايم جوب يعني. طبعا. طيب بلاش السطوح، واضح ان في علاقه عاطفيه. علاقه عاطفيه دي. انما ليه مجموعه زي كده ليه ما يتحولش الفرع ده لقسم في يعني في كليات الطب؟ شوفي انا لقيت ايه، هو طبعا يعني مثلا الصين، الصين عاملاه اتس ناشونال بروجكت، يعني ده بروجرام قومي بينزل للتدريس على مستوى الاندر جراديويت اللي هي تحت البكالوريوس، وعلى مستوى البكالوريوس حاجه ناشونال على مستوى الدوله. يعني انا زرت شنغهاي في 2005، كل مستشفى في الروف بتاعها بقى، بس طبعا الروف بتاعها ده ثالث دور، معمل الهندسه الانسجه، تاخد خلايا وبتتزرع وتنزل للجراحه تحت. طب هسال سؤال، المعمل الخاص بهم ده هو المعمل الوحيد تقريبا في مصر ولا في معامل اخرى؟ المعمل اللي عندنا؟ لا، بهذا السيت اب اللي عندنا اللي هو زراعه الخلايا، عمل حمالات مختلفه. احنا بنحضر الحماله اللي هتتزرع عليها الخلايا، وده جزء صعب. ده جزء مهم، ده عباره عن مواد حيويه، بس المواد الحيويه يمكن بقالها في مصر سنين طويله، وفي ناس الحقيقه عملوا فيها شغل جبار في انستيتيوتس في مصر، بس الجينيريشن الجيل الجديد بتاعها مختلف عن الجيل القديم خالص. مواصفاتها الحاليه علشان يتزرع عليها الخلايا مختلفه، فاصبحنا بنحضرها، اضطرينا نحضرها. طيب تاني، ليه ما يبقاش قسم في كليه الطب؟ ليه ما يبقاش برنامج قومي يدرس في الجامعات كلها، وهو ما يبقاش في الطب بس، يبقى علوم وطب وهندسه؟ صح. ودي حاجه، ده احد العلوم اللي اكزامبل قوي جدا لتداخل رهيب في العلوم مع بعضها. يعني انت مش بتدرسي الحماله، عايزه واحد بتاع ميكانيكال انجينيرنج يفهم هندسه ميكانيكيه، يفهم قوتها شكلها ايه، عايزه واحد بتاع بايو كيمستري يفهم هي بتدوب امتى، عايزه واحد بتاع سيرفس وبتاع بتاع نانو تكنولوجي اللي هو الهندسه النانونيه، علشان يحط سطحها على هيئه اسطح نانونيه. معلش شوفي علوم متداخله، اصل احنا بقى عندنا يعني كل الحاجات اللي بتحكي عليها دي بتحصل عندكم فوق السطوح. يعني ولا بتجيبوا الحاجات جاهزه من بره وانتوا بتشتغلوا عليها؟ لا، في حاجات كتيره جبناها بره وحضرناها بشرط ان مواصفاتها تتلائم مع الاستعمال، وفي حاجات جات لنا جاهزه. يعني مثلا عندنا مواد زي مواد اللي هي مستخلصه من الغضاريف اللي بتنتجها بكتيريا في السويد، بتدي ماده اسمها هيلورونيك، ماده زي الغضاريف بالظبط، دي احنا بنزرعها على الخلايا وبنحقنها في عنق عظمه الفخذ اللي فيها هشاشه عظام، فبتكون عظم. دي بنستوردها، تكون عظم على طول. بتكون عظم، احنا عندنا حالات في 3-4 اسابيع رائعه. طيب كل اختباراتكم لسه على الفيران والرنانة بس؟ شوفي بقى، انا تملي طول عمري ليه وجهه نظر في القصه دي. في فرق ان انا استورد العلم واستورد الطرق واستورد التكنولوجي واستورد الماده، وفي فرق ان انا اعمل له بيس في مصر. انت مالي اقول للطلبه بتوعي ايه؟ قاعده. طبعا. افرضوا دخلنا عمليه جراحيه وفشلت، هنعمل ايه؟ وده قائم. في علوم كتيره احنا حاجات استوردناها وفشلت. صح. هنعمل ايه؟ هنرجع تاني للمعمل
ندرس بدقة رهيبة هي فشلت ليه ونطورها عشان تستعملنا. مش هنستورد استشاري من بره يجي يقول لنا هي خربت ليه او نجيب بدلها على طول. وهو ده التطور الوحيد، انك يبقى عندك ريسيرش جروب فاهم كويس قوي العيوب دي فين، ازاي احسنها، ازاي اطوعها واطورها انها تفيد البلد دي، ازاي لو هم شغالين في امراض سي مثلا القلب انا اجيبها لامراض الكبد لان دي نمبر 1 برايورتي في مصر مثلا طبعا. وهكذا حاجات كده. طيب تاني، التجارب مقتصره فقط على الفئران والارانب ما دخلتوش على البشر؟ وعندنا 7 حالات في البشر واخدين لها حتى واخدين لها حتى اذن من الازهر، يعني الحقيقه ادونا اذن على خدتوا موافقه دينيه على الارانب. حاله احنا انا جايبه حتى النهارده. كانت حالات ايه بقى يا دكتور؟ كلها عظام فك. ما احنا طبعا بدانا دي كانت هي ناس طبعا منتظره موضوع الكبد ده بفارغ الصبر. عندنا طبعا بشائر لموضوع الكبد وبنتعاون فيه مع كليه الطب البشري والصيدله والعلوم. ده موضوع طبعا ناشونال زي ما بنقول قومي. ده المفروض الناس كلها. طيب صعب شخصيه زي دكتوره منى مرع ان هي تتكلم على العراقيل والعقبات، لان هي وكل اللي معاها غالبا عاشقين اللي هم بيعملوه بالدرجة ان هم مش قادرين يشوفوا اي حاجة وحشة، بس برضه هحاول يعني اتأكد انه مشاكلكم مشاكل عامة ولا مشاكل خاصة لفريقكم انتوا. لا انا اسيك انها بشوفي انا تملي بقول ايه، ان المشاكل بتبقى عبارة عن مشاكل ثقافة. يعني انت عادة لما بتدخلي اي حاجة جديدة الناس بتعرضها لمجرد معارضة. الحاجة التانية ان بدأ الجيل الصغير في مصر، احنا عايزين نقول ايه، عايزين نخرج جيل من المفكرين يعني يفكر في المعلومة اللي قدامه قبل ما يعرضها معايا. عايزين نرجع يعني احنا بننادي بالبحث العلمي مثلا. طب فين تطبيقه البحث العلمي؟ انا عايزة ابدأه من سنة اولى ابتدائي، اخليهم يفكروا ازاي يعني الانفايرومنت اللي حواليه مننا ده يبقى نقي ازاي كده، يعني نبدا نحرك. عايز ثقافه تطلع علشان يتقبلها الناس، عشان لما تروحي لرئيس جامعه وتقولي له انا عايزه 100,000 يبص كده 100,000 هتعملي فيها ايه؟ يعني عايز الناس تتقبل. إيه هذا ايه اكبر لحظه احباط حصلت في ال 11 سنه اللي فاتوا؟ لا هم اكتر لانه